أزيد من 30 شركة أجنبية تقوم اليوم بعمليات التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب، ثمرة الجهود التي يبذلها المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في جلب الاستثمارات، إلا أن العمليات الاستكشافية لا تعني بالضرورة وجود النفط أو الغاز، بل إن ذلك بداية لعمليات مختبرية أخرى هي وحدها الكفيلة بتحديد وجود أو عدم وجود النفط أو الغاز في البئر المعني بالحفر. ومهني بزاز وعبد الرحيم فيلول. المغرب يتوفر على أحواض رسوبية تمتد على مساحات واسعة تقدر ب 900,000 كيلومتر مربع، ويعمل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن على إعداد الدراسات الأولية وتشجيع الاستثمارات في المجال. استقطبنا اليوم أكثر من 30 شركة أجنبية من جميع المستويات، عندنا الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والشركات الصغرى اللي عندهم خبرة وعندهم إمكانات واللي اليوم كيعملوا دراسات في جميع المناطق، لا في الأرض ولا في البحر. وهذه الفترة هذه ديال التنقيب جد مهمة، لأن الاستثمارات الحمد لله تكتفت على ما كنا كنعملوه في السابق بفضل الأعمال والجهود اللي قام بهم المكتب، بفضل هذا أيضا الدراسات اللي عملوا شركاء ديالنا. وبعد المراحل الأولى ديال الجيولوجية وديال الدراسات الاحتزازية، بعد الشركاء قرروا باش يحفروا أبار، فما بين اخر سنه 2013 وسنه 2014 غادي نحفروا 30 انبير، وهذا الرقم جد مهم ملي كنقارنوه مع رقم الابار اللي عملنا في ال 20 سنه السابقه اللي ما كناش كنفوتوا جوج ثلاثه د الابار في العام. فهذا المؤشر هذا جد ايجابي وجد مشجع، لان كيبين بان الشركاء ديالنا عندهم ثقه في هاد الاعمال اللي كيقوموا بها. ولكن في اخر المطاف ما يمكننا نتكلموا إلا بعد حفر الأبار، لأن البئر هو اللي كيمكن له يقول واش موجود غاز أو بترول أو ما موجودش. القيام بالحفر والاختبارات وحده كفيل بتأكيد وجود النفط أو الغاز من عدمه، وتبقى متعددة الأحواض ذات المؤشرات الإيجابية التي تهمها العمليات الاستكشافية الجارية بالمغرب. منطقة الغرب معروفة بالغاز، المنطقة الصويرة معروفة بالغاز، صبنا بعض المعلومات جد إيجابية في المنطقة ديال العرايش البحرية ما بين طنجة والعرايش، في المنطقة ديال تندرارة. واليوم عندنا ثلاثة المناطق اللي بدأ فيها حفر الأبار، عندنا في المنطقة الساحلية ما بين أكادير وسيدي إفني، في المنطقة اللي كنسميوها فم درع كنحفروا بئر ديال 5400 متر ديال العمق. في المنطقة ديال سيدي مختار في المنطقة الصويرة كاين بئر اليوم أيضا في الإنجاز، فيه كنتكلموا على احتياطي ديال الغاز، ولكن خصنا نتسناو التحليلات والدراسات اللي غادي يعطيها هذا البئر ونعرفوا ديك الساعة واش كاين ولا ما كاينش. وفي السنة المقبلة غادي نحفروا أيضا في مناطق بحرية ما بين مناطق بحرية في منطقة الصويرة، في منطقة أكادير، في منطقة ديال بوجدور، وفي مناطق أيضا برية الناحية ديال سبو الناحية ديال فاس، في الغرب في الصويرة أيضا وفي حاحة. ما بين آخر السنة الجارية والسنة المقبلة استثمارات الشركاء ستقارب 12 مليار درهم، رقم قياسي لكنه لا يدل على أن المغرب يعرف استكشافات بالشكل الكافي. رغم هذه الجهود اللي كنقوموا بها وهذه الاستثمارات اللي اليوم عالية على ما كان في السابق، المعدل عندنا ديال 0.04 بئر على 100 كيلومتر مربع، وفي الصعيد العالمي هذا المعدل ديال فيه 10 ديال البئر على 100 كيلومتر مربع. فهذا كيبين بان المغرب غير مستكشف بما هو كافي. ولا عطيت بعض الامثله، في المنطقه ديال نوفا سكوتيا في كندا اضطروا يحفروا 50 بئر قبل ما يوصلوا للبئر اللي كان ناتج واللي عطى من بعد واحد الدفعه قويه للانتاج في ديك المنطقه. نفس الشيء في البحر الشمال اللي حفروا 200 بئر قبل ما يوصلوا للبئر اللي تهو عطى نتائج ايجابيه واللي عطى من بعد دفعه قويه للانتاج والازدهار في هذه المنطقه اللي هي اليوم باقا كتنتج.
في إطار مخططه ووفقا لاستراتيجية شاملة، يواصل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن تعزيز وتقوية دينامية الاستكشاف النفط والمعدن من خلال جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الدوليين وتكثيف عمليات التنقيب بالمملكة.